فيلوسيتي فاكتور هو مؤلف من الماجنيتود تاعيته اللي هي سبيد والدايركشن. مثلا عندي في فاكتور ايكوال 5 اي، في فاكتور ايكوال 5 جي. قلت هودي الفيلوسيتيز مؤلفين، ها هذا الفي هون فيلوسيتي فاكتور، الخمسة هي سبيد ماجنيتود ماجنيتود يعني سبيد، والاي والجي هن دايركشن. صحيح. اعطيتكم اكزامبل جديد، في ايكوال 3 اي بلس 4 جي. طيب هذا بدي انا احوله لماجنيتود اند دايركشن. بالنسبه للماجنيتود مفروض صارت سهله عليكم، تنجاب على بيثاغورس ريليشن تطلع 5، يعني ايكوال بتطلع كلها سوا 5. فاذا حتى هذا الفكتور كان بي اكسبريسد از في ايكوال في ماجنيتود اللي هي 5 ضرب بعد ناقصني يونت فكتور اللي هو مثل الاي هون والجي قيمته 1، ما بيغير بقيمة الفيلوسيتي بس بيعطيها دايركشن. مثلا الاي عطاها هوريزونتال دايركشن بدون ما يغير لها قيمتها، الجي عطاها فيرتيكال دايركشن بدون ما يغير لها قيمتها. طيب هاي الفيلوسيتي بدها يونت فاكتور بشكل انه يعطيها دايركشن مثل ما كنت قايل تانجنشال تو تانجنت تو تراجكتوري مثل ما شرحت بالحصه الماضيه، بس كمان بدون ما يغير لها قيمتها، يعني لازم يكون الماجنيتود تبعه 1. مش الحال؟ فاذا مثل ما في v equal 5i يعني ماجنيتود ضرب i، ومثل ما في ماجنيتود ضرب j، انا رح هلا اعرف قاعده v vector equal v magnitude ضرب unit vector، بس ميزته هذا انه عطول tangent to the trajectory، لانه انا اذا بدي ارسم هذه 3i plus 4j تطلع هيك. فاذا ال v صار، نرجع من نعيد، vector velocity magnitude ودايركشن. تمام استاذ؟ يعني اليوتي ثابتة؟ لا مش ثابتة، اكيد مش ثابتة، اكيد مش ثابتة، لانه الدايركشن عم بتغير، بس الثابت فيها بتعرفي شو هو؟ الماجنيتود تبعه اللي هو 1. فهمت علي كيف؟ الاكس والواي تاعوله عم بيتغيروا، بس على طول باي لحظه جيبي له راديكال اكس سكوير تبعه زائد واي سكوير تبعه لازم تطلع 1 اجباري، والا ما بيكون يونت فاكتور. فهمت الفكره؟ انا استنتجت هذا اليونت فاكتور من وراء هودي 2، انه عال عندي 5i لما كنت ريكتيلينير موشن احكي على الهوريزونتال، 5j على الفيرتيكال. طيب هلا انا بدي فيلوسيتي فاكتور هي 5، فهذا الفيلوسيتي فاكتور هذا اذا شايفينه الاكس تاعيته 3 والواي 4، اذا راسمين هذا 3 سنتيمتر الهوريزونتال انتم على دفتركم والفيرتيكال 4 سنتيمتر، قديش راح يكون طوله هذا الاخضر؟ كم سنتيمتر؟ اها لانه قيمته 5. فاذا هيدي الفي اللي هي هلا 3i plus 4j في اعمل لها 5، قيمتها 5 بس بدي اضربها باليو تي لحتى تعطيها دايركشن. فاذا بتكون هاي الفكتور او الفيلوسيتي استاذ vector، يعني وهاي السبيد اللي هي ماجنتيود، بعد ناقصني شو؟ ناقصني الدايركشن، هي اللي هو اللي بدي احصل عليه. عم بستوحي شكله من هاي من ال 5i وال 5j. مين كان يعني كأنه اليو تي هي جمع الاي والجي؟ لا مش جمع، هي كومبينيشن بتوين اي اند جي، مؤلفه من كومبينيشن بس شوي اي مع شوي جي، بس بشكل تحافظ على طولها 1. يعني قصدي انه بما انه نحن ما فينا نجمع الاي والجي مع بعض فاكتورز لانه هن مش مثل بعض، نحن بنرمز لهم بيو بيوتي. هو عنده components i و j in terms of يعني بس الماجنيتود يعني كان 1. ها اعتبري انت حالك على بعتقد هاي اخدينا بالتريجونومتريك سيركل، انتو هذا السيركل الراديوس تبعه 1، هيك عندك 1i يعني 1 و 0،
هيك عندك 0 i 1 j. اليو تي هو بيناتهم. يمكن هذا اليو تي. يمكن هذا اليو تي. يمكن هذا اليو تي. كلهم يو تي. كل واحد شكل. بس كلهم عندهم لينث قداش؟ أنا ماشي على سيركل اوف راديوس ايكوال 1 سنتيمتر. 1 عند نفس بعد راح ارجع عيد. سيركل اوف راديوس 1 سنتيمتر. واحد منهم محدد راديوس هو الاي هوريزونت. واحد محدد منهم هو الجي. طبعا في كمان نيجاتيف اي نيجاتيف الجي. غير هودي الاربعه اي واحد ممكن يكون يو تي حسب اتجاه الموشن. يمكن يكون هيك, يمكن الموشن هيك, يمكن هيك, يمكن هيك. كلهم يو تي. كل واحد عنده اكس واي غير عن الثاني, بس كلهم عندهم ماجنيتود ايكوال 1. يو تي ماجنيتود از ايكوال تو 1. وضحت يعني الفكره هلا استاذ؟ نحن الفايف طلعناها من البيثاغورس ثيورم. مظبوط. على طول بطلع الماجنيتود, طلع لك هذا فيكتور وهي ماجنيتود. مش تمسكي لي بس هذا الاكزامبل, انا عم بعطيك اكزامبل لحتى اربطها بالفايف اللي هون. انه مثل ما هذه قيمتها 5, هاي 5, هاي كمان 5. فاذا اي فيكتور انت معك اياه عنده اكس وواي بتطبقي عليه بيثاغورس ثيورم بيطلع معك الماجنيتود تبعه. وضحت؟ وضحت. طيب هلا بدي اجيب معكم انا اليو تي لهذا الفيلوسيتي. بعدني انا عم بحكي عن فيلوسيتي فيكتور محدد. الفيلوسيتي فيكتور اللي انا اخذته 3i plus 4j. الماجنيتود حسبناه طلع 5. طيب حسب هاي القاعدة V equal V magnitude ضرب U T لحد هلا ال V جبناها من الديرافاتيف لل R. حدا عنده مشكلة؟ لا. ال V scalar جبناها من magnitude لل vector على بيتاغورس. فيها شي مشكلة لحدا؟ لا. لا. واضحة. واضحة. استاذ عشو عشو على الماجنتود. بعدني هلأ شغلها. القاعدة اللي بدي كمل منها هي هاي. V فاكتر equal V magnitude ضرب U T. Where V magnitude هو هاي السبيد, هي magnitude of the velocity. بتنجاب على البيتاغورس. طيب. فإذا أنتوا السؤال رح يكون تقليدي بالنسبة لكم. رح يكون أول شيء بيعطيكم الـ R. من الـ R بتجيبوا له الديرافاتيف صار عندكم الـ V فاكتور. V فاكتور بتجيبوا له ماجنتيود صار عندكم سبيد. آخر شيء رح يقول لكم فايند يو تي. هي V V فاكتور أوفر من هاي القاعدة. V فاكتور أوفر V. فيكم تحطوا هون V فاكتور, هون V سكيلر, وهون يو تي. فالـ V فالعفوا اليو تي هو V فاكتور على V ماجنتيود. اوكي. ايكوال ال V فاكتور اللي هو 3i. باقي انه مبرهن انه الماجنتيود لليو تي قديش لازم يكون الماجنتيود؟ 1. لازم يكون 1. فاذا اللي عم نشتغل عليه هلا V ايكوال 3i بلس 4j. magnitude تبعها is V دون vector is equal 5. ال UT تبعنا حسبناه هلا is equal 3 over 5i plus 4 over 5j plus 4 over 5j. اوكي. واذا واحد بده يبرهن هلا انه V equal five ضرب 3 over 5i plus 4 over 5j. شايفين شو عم اشتغلها؟ كيف عم اشتغلها؟ بتروح 5 مع 5 بيضل 3i plus 4 رجع لل V. هاي هون V ضرب U T. كلنا متفقين لحد هون؟ ايه بس ضربنا باقي اني برهن انه فعلا هو U T. يعني انا لما ضرب اصمت فيكتور على الماجنيتود تبعه على طول لما اقسم الفاكتور على الماجنيتود تبعه, انتبهوا الماجنيتود تبعه مش اي ماجنيتود تاني, على الماجنيتود تبعه اجباري بده يطلع معي فاكتور يونت فاكتور. ليش؟ لانه اذا جبت له هلا الماجنيتود تبعه قديش لازم يطلع؟
1 اجباري بده يطلع 1 والا شغل. فخلينا نبرهن هل هي 1 او شغلنا غلط. بنقول راديكال كيف منجيب الماجنيتود لليو تي؟ اوكي الاكس تاعيته اللي هي 3 over 5 squared plus الواي تاعيته اللي هي 4 over 5 squared حلو equal 9 over 25 plus 16 over 25 equal radical بجمع calculator equal radical 25 over 25 إجباري بده يطلع 1 اوكي. فاذا اي فكتر بالحياة نقوا اي فكتر بدكن اياه ان شاء الله 100 اي مع 100 جي جيبولو الماجنيتود على طريقة x squared plus y squared radical واقسموا الفكتر على its magnitude اجباري. مش الحال وضحت الفكرة؟ وضحت. طيب لحتى نشوف اذا وضحت الفكرة او لا خلينا نروح لإكزامبل 7.3 اللي معه كتاب يفتح كتابه ويشوف الكتاب كيف محلولين. إكزامبل 7.3 اليونت فاكتور بس للي حليناه باكزامبل 7.2. نتذكر باكزامبل 7.2 r t i plus t squared plus 1 j يمكن. اوكي اوكي اول ستيب بدنا نجيب ال v. انتبهوا قلت لكم من الفاكتور بيعطيني فاكتور. كيف بجيب ال velocity فاكتور؟ هي ال r derivative تطلع توتي اي توتي شو توتي هي ديريفاتيف للواي اي بلس توتي جي مظبوط. فاذا بس بدي اجيب اليو تي نحن قلنا اليو تي هي فاكتور فاكتور على في ماجنتيود. فاذا اول ستاب لحتى اجيب اليو تي لازم اجيب الفي فاكتور جبتها بعد ناقصني الفي ماجنتيود. جيب الفي ماجنتيود من هون. كيف بجيب الفي ماجنتيود؟ راديكال 1 سكوير بلس 2 سكوير تو تي اكتبوا في تي مظبوط كل شيء مضروب بجي باخده. اوكي بس هلا بس هني حطيت ايكوال 1 ب 7.2 عوضناه ما بيأثر بس هو مش سألك عنها 7.2 لما قال لك جيب قيمة ال V بس هون عم بيقول يو تي وبعدين بدك تجيبها at أول شيء انتبه للسؤال determine the unit vector يو تي بعدين قال لك find يو تي equal 0 منجيب نحن اليو تي وبعدين منعوض تي ايكوال 0 ما خصوا هذا البارت بهداك. فاذا 1 بلس 2 سكويرد 4 والتي بتصير تي سكويرد وهذه الفي فاكتور اليو تي الفي فاكتور هي في ماجنتيود ضرب يو تي از في فاكتور على في ماجنتيود. الفي فاكتور فرجيتكم كيف جبتها بالديريفاتيف 1 على راديكال طيب 1 على راديكال 4 جبنا اليو تي. فاذا هذا اليو تي اللي حصلت عليه قالكم ديتيرمن يو تي ات تي ايكوال 0 شو بعمل؟ بنعوض التي بزيرو. اول شيء برايكم هذا اليو تي قبل ما اعوض تي بزيرو قديش لازم يكون الماجنت تبعه؟ الماجنتود تبعه يعني في شيء هون مهم انه اليو تي بحد ذاته هو يونت فاكتور عم بيتغير الاكس تاعيته لاحظوا عم تتغير فيها تي شايفينها والواي تاعيته كمان فيها تي عم تتغير هو عم بيتحرك كذا اليو تي عم بيكوع دايركشن اوف موشن الاكس تاعيته عم تتغير
والواي تاعيته عم تتغير مع الوقت، بس اذا جينا بدنا نجيب له الماجنيتيود قديش لازم تطلع؟ 1 1 1. جرب جيبها مع انها هي مش مطلوبه، بس لفرجيكم انه لازم تطلع 1 اجباري. يو تي ماجنيتيود از ايكوال راديكال اكس سكوير. شو سكوير لهاي؟ 1 سكوير. شو بتصير؟ 1 بلس 4 2 سكوير. 1 اوفر 1 بلس 40 سكوير. بنشيل ال 1 سكوير بتصير 1 وبرافو تحت بشيل الراديكال. ثاني جهه نفس الشيء، ال 2 تي بتصير 40 سكوير شايفينها، وتحت نفس الشيء في الراديكال. كومن دينومينيتر نفس الدينومينيتر 1 بلس 40 سكوير على 1 بلس 40 سكوير ايكوال 1 اجباري غصب عنا بدها تطلع 1. لاحظوا جبت في معين في بقلبه تي يعني عم يتغير، والماجنيتيو تبعه في بقلبه تي عم يتغير، قسمته طلع يونت فاكتور. الاكس تاعيته فيها تي والواي تاعيته فيها تي، يعني اثنيناتهم عم يتغيروا، بس جبت له الماجنيتيو بقي 1. شفتوا الفكره؟ انت بالاول الفيلوسيتي عم تتغير، سبيد عم تتغير، بس الفيلوسيتي اليونت فاكتور اللي عم بيحدد لها اتجاهها بيعطيها غير لها الماجنيتيود، لانه الماجنيتيود تاعيته 1. هاي مثل ما قلت مش مطلوبه، بس عم بحلها لفرجيكم انه فعلا 1. بس بالاول انت اخذت كومن دينومينيتور وحليت على هذا الاساس، رجعت عوضت التايم بزيرو. بعدني ما عوضت التايم، بعد ما كملت الحل، بس هلا بدي اعوض. عم فرجيك انه تطلع 1. فرجيك انه تطلع 1 بالضبط. يعني المطلوب منا نجيب يونت فيكتور يو تي. لحتى اجيب اليونت فيكتور يو تي مطلوب جيب الفي فيكتور والفي فيكتور والفي ماجنت. الفي فيكتور جبتها على طريقه الديريفاتيف، الفي ماجنت جبتها على طريقه بيتاغورس ورجعت قسمتهم على بعض. هيهم هذا الفي فيكتور جبته هون، الفي ماجنت جبته هون، قسمتهم على بعض. هلا الفيكتور مثله مثل اي فيكتور، لازم يكون كوانتيتي مضروبه باي بلس كوانتيتي مضروبه بالجي، فظبطتهم رتبتهم. هذه العمليه اللي عملتها هون خليت هودي لحال، يعني الاكس للفيكتور على الواي للفيكتور. جيت طبقت على راديكال اكس سكوير بلس واي سكوير لبرهن لكم انه 1، بس هاي مش مطلوبه بالحل. المطلوب بالحل لحد هون بيرجع بيقول لكم عوضوا لي التي ايكوال 0 باليو تي. يو تي از ايكوال، حطوا هون محل التي 0 بتصير 1 اوفر راديكال 1. 1 over radical 1 plus 0 يعني 1 over 1 يعني 1 i plus محل t 0. حطوا محل t 0 هون ضل 1 i وهون ضل، راحت كلها صفرت 0 j. يعني ال u t بلحظة الانطلاق قديش كانت؟ كانت هي ال i نفسها. صح. يعني شو معنات هذا الحكي؟ يعني لحظة الانطلاق at equal zero the motion was horizontal. تتذكروا لهذا السؤال اللي عم نحكي عنه، مش رسمتوا انتو الجراف وطلع شكله تقريبا هيك شيء؟ ايه مزبوط. ايه استاذ مزبوط. لاحظوا عند t equal zero مش هون كيف كانت الموشن عند t equal zero؟ لاحظوا كيف كانت هيك، بلش هوريزونتال ومن بعدها بلش يطلع فيرتيكال. هاي هي اللي طلعناها هلا. طلعنا اليو تي، اليو تي هيك كيف عم بيغير اتجاهه تينجنت على التراجكتوري. بلحظه الانطلاق كان هوريزونتال، عشان هيك كان اليو تي ايكوال اي عند تي ايكوال 0. وضحت الفكره؟ وضحت. هاي فكرة اليو تي. فاذا اليو تي هو اي فيكتور بالعادة بقسمه على الماجنيتيود تبعه بيطلع اليونت فيكتور مثل ما صار هلا. ولا تتأكدوا انه شغلكم صح، طبعا الامتحان انتم مش مضطرين، يعني يكونش معكم وقت، جيبوا الماجنيتيود على طريقة ردي لازم يطلع 1. رجع هي جاب الفي على طريقة الديريفاتيف، جاب لها الماجنيتيود،
هذا اليونت فاكتور تركه هو هيك at t equal 0 حطها بقيمتها وطلعت طلعت هالقد طلعت equal i وقالكم اليو تي عم تتغير بس الاي هي الكونستانت يونت فاكتور واضح؟ واضح. طيب يلا رح وقف تسجيل لتكملوا ناقش.